بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس، فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا، فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا، فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نعم. سألوا الناس عن فضل صيام يوم عاشوراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل يا بني. أبي في الخارج وأمي تريد السفر إليه، هل يجوز السفر من دون محرم؟ إذا كان هناك من يوصلها إلى المطار وآخر يستقبلها في المطار فتلك رفقة آمنة، فبدلا من أن يترك الوالد عزبا هنالك وهي تترك عزبا هنا، فإيصالها أخف مفسدة من بقائه هناك بدون زوجة، ثم هي مع رفقة آمنة، يجوز. أشكرك يا شيخ. الله يكرمك. في حاجة يا حسن؟ بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، الله يحفظكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وإياكم، شكرا يا حسين، بارك الله فيك. تفضل، الله يحفظك. نحن نعمل يعني في شركة ما، ونتقاضى بقشيش وليست رشوة بعد ما نخلص العمل. فما بنطلبش بالبق، هل هذا حرام؟ يعني هو بيديني، يعني العميل بيديني بعد ما اخلص شغلي بيديني فلوس، بقول له مش عايز، بيقول لا دي مني ليك. خلاص لا بأس، خذها خذها. يعني لا بأس، انا قلت لك لا بأس. ماشي، جزاكم الله خير. حياكم السلام، بارك الله فيك يا اخ مصطفى البخاري، جزاك الله خير يا اخت سميه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى جزاكم الله خير يا شيخ، أن وفقكم الله لما يحب رب إن شاء الله. آمين يا رب، تفضل. إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ لي سؤال أول. تفضل. حضرتك أنا حاليا عندي 29 سنة، يعني أريد الزواج، بس يعني في موجود زوجة مطلقة، بس مطلقة يعني هي ذات أخلاق ودين. لكن الاهل يرفضون هذا الامر بشده وغير راضون على هذا الموضوع، هل انا لو تقدمت لخطبه هذه الفتاه يعني ابوك يريد لك امراه بكرا؟ نعم، وام نعم، ولا يريدان ان يوقعانك في المشاكل مع طليقها. نعم، انصح تسمع للوالد بارك الله فيك، وهي لن يضيعها الله. الله يكرمك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا زهرة الجنة، أحبك الله يا فتح بن عثمان. اللهم صل على رسول الله. جزاك الله خير يا فاطمة بنت حامد. حرك الأسئلة يا عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حضرتك اريد ان استفسر سؤال بس. اتفضل. حضرتك انا دلوقتي وانا يعني قاعد او شغال او اي حاجة بينزل مني مني. كده بدون يعني شهوة وبدون اي حاجة. بدون شهوة او ممكن مثلا يعني مثلا شغال عادي في اي شغل مثلا بلاقي مني او بول نازل. لما هو مني المني له صفات عند خروجه. المني يخرج بشهوة ودفق ويتبعه فتور. أما الذي يحدث لك هذا إما بول أو يعني أو يسمونه ودي يستلزم الوضوء ولا يستلزم الغسل. يعني هو عشان الصلاة بس. ما أنا بقول لك يستلزم الوضوء ولا يستلزم الغسل، لكن إذا أنت قلت مني فعلا مني، المني يوجب الغسل. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أسماء بنت شريف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك فضلة الشيخ. الحمد لله أنا بخير. يا رب دايما. من فضلك فضلة الشيخ، إذا أنا يعني لست على قدر من الدين يعني أعمل الأساسيات ويعني أدخن ربنا يعافينا، وهل يجوز لي ان انا يعني اتزوج فتاة ملتزمة دينيا اكثر مني التزاما؟ لكن تبين لها حالك. نعم. تبين لها حالك. نعم. 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 من فضلك فضيلة الشيخ في سؤال ثاني. حضرتك بالنسبة لل يعني حد بيشتغل في مكان، المكان ده يعني بيقوم بتمويل تأجير تمويلي يعني إيجار ينتهي بالتملك. إيجار ينتهي بالتملك. لا يجوز. لا يجوز. نعم. ربا غرر. الله. غرر عفوا. بارك الله فيك. وفيك. يقول يعمل عند شخص وأعطاني أجرة المواصلات 1000 جنيه للذهاب لمكان ما، فقابلت شخصا معرفة فوصلني مجانا. 1000 جنيه تحق لك. نعم تحق لك، الهبة لك أنت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين بس. اسأل. مين العلماء اللي قالوا بأن اللحية سنة؟ اللحية سنة؟ لا اللي هم قالوا يعني ان اللحية سنة، مين العلماء اللي قالوا كده؟ والله انا ما استقصيته يعني تماما في هذا الباب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي في حال اخطأ الامام وسبحنا له ولم يعرف ما خطأ وكيف يصحح، هل يجوز ان نقول له افعل كذا يعني اسجد او سلم؟ قال بالجواز بعض العلماء نقله عنهم ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ولكن لو استخلف شخص مكانه يكون أفضل. طيب السؤال الثاني شيخ، عندما قال الرسول أن أبقاني الله لعام قابل، أليس هذا عند دخوله المدينة في بداية الهجرة؟ لا، في ختام حياته. في ختام حياته؟ أيوة نعم، لأنه لو قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فمات. إذا بعض أهل العلم يقولوا أن صيام عاشوراء منسوخ شيخ. لا لا لا. جزاك الله خير شيخ. منسوخ فرضيته. منسوخ فرضيته. صيام يوم عاشوراء كان فرضا. لما فرض رمضان نسخ. هذا توجيه قول من قالوا منسوخ، المنسوخ الفرضية الله يحفظك. أما الاستحباب فباقٍ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. اسألي. هل يوجد اسم على عدم ارتداء النقاب؟ والله أنا أختار هذا الرأي. أنا أختار أن ارتداء النقاب ده واجب على المرأة أن تستر وجهها. هذا اختياري والله أعلم. طب السؤال الثاني. نعم. هل ما حكم الصلوات الفائتة وعدم لابد وان تقضى لابد وان تقضى الصلوات الفوائت لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى، وهذا راي جماهير العلماء. طب معلش السؤال الثالث.
يعني انا عندي ام مريضه وفي محافظه قران, فدلوقتي يعني جوزي يعني هو مش بيحب ان انا اخرج كتير وكده, فقال يعني ايه يا ده يا هيبقى ده, ف يعني انا بدات اثر في حفظ تعلم القران. يعني قال لك اما ان تساعدي امك واما ان تحفظي القران, يعني ان انا ما اخرجش كتير, يعني هيبقى الخروج مره واحده. طيب جزا الله خير يعني ويحافظ عليك, لان الخروج كثير للنساء ليس بالمستحب. الله يكرمك. شكرا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك استاذ سعد السويدي وحفظك الله. بارك الله في عمرك يا تامر العزاز وادامك الله يا دكتوره ليلى بنت ابو العلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وحياكم الله بالصحب العافية إن شاء الله بإذن الله. ولك بمثل, تفضل. الله يكرمك. حضرتك أنا عندي حلقة أطفال أعلمهم القرآن الكريم. طيب. في أثناء المراجعات قد يخطئ الطالب في كلمة في سواء قراءة في التشكيل أو خلافه, فأضع له تحتها خطا بالقلم حتى لا يعني لا ينسى في المرة التالية إذا رجع الصورة. يعني إذا خصصت مصحفا لذلك فلا بأس. هو أصبح المصحف مخصص لذلك, وهذا المصحف لا يعني يبقى مع الولد لحد ما يختم القرآن ويعيد. لا بأس بذلك, يعني هل يجوز تخصيص مصحف للتعليم حيث أضع فيه علامات أو تنبيهات للطالب لكي يتقن الحفظة؟ أختار الجواز. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. وإياكم. حفظك الله حفظك الله يا أنار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ, أنا دلوقتي مكتوب كتابي وكان والدي لسه ما كتبش القايمة مع زوجي, فالمفروض كمان كام يوم أنا هتجوز, وإحنا كنا اشترينا الأجهزة بتاعتي وحاجتي من حوالي سنة, فوالدي دلوقتي هو عاوز يعرف يكتب الأجهزة يكتبها بسعرها يوم ما اشتريناها ولا عادي لو زود عليها حاجة بسيطة. على ما تتفقان مع العريس. إيه؟ على ما تتفقان عليه. يعني عادي لو هو زود عليها شوية؟ على ما تتفقان عليه مع العريس. تمام. طب لو زوجي رفض حاجة زي كده ساعتها المفروض يكون إيه؟ مش عارفة. قصدي دي حاجتك, ممكن يثبت الأشياء, يثبتها كما هي. كما هي. يعني يقول ثلاجة 10 قدم صفاتها كذا كذا, خلاص. خلاص تمام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة شيخنا. اتفضل الله يحفظكم. لدي سؤالان. سل. السؤال الأولاني الأول, ما حكم سلم المنزل إذا كان في الطريق علما بأن الطريق واسع ولا يضره؟ يعني تخرج كم درجة في الشارع؟ حوالي 3 درجات. والله على حسب العرف السيد في حييكم. البلد كلها عاملة كده. خلاص ما في مشكلة, إذا كنت شأنك شأن سير البلد ولن تضر الطريق كما زعمت فلا بأس. السؤال الثاني, منزل مبني من عدة سنوات وفيه مصلية في الدرجة الأول. طيب. وهي مغلقة من وقت بناء المنزل وفي مسجد قريب منها جدا. فهل يجوز للمشتري الحالي أن يغلقها أو يحولها لسكن؟ هي مغلقة, هل يجوز له أن يحولها؟ المشتري الجديد؟ المشتري الجديد. إذا كان ورعاً يقدر قيمتها ويضعها في اي مصليه في مسجد اخر في مكان اخر, لكن لا يجب عليه. فهم كلامي؟ هو اشتراها لانها مصليه, اشتراها لانها مصليه فيقدر قيمتها ويشتري بها مصليه في مكان اخر. اشتريها هي جزء من البيت من 4 ادوار. ايوه قلت لك يا اخي الكريم, خلاص يحولها لشيء اخر, غرفه ولا اي شيء ينتفع به, قيمتها يضعها في مسجد في مكان اخر. لكن لا يجب هذا. قلت لك يجب لانه شريعه لانها كذا. هو شريعه لانها مسجد. نعم. السلام عليكم. اخت تنازلت عن ميراثها لاخيها, لكن لما ماتت الام بدات الاخت تطالب بميراثها. هل من حقها وتقول كنت تنازلت برا بامي, ام انها كالكلب يرجع؟ اذا كانت تنازلت تحت احراج فلا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ بارك الله في عمرك. وفيك الله يبارك فيك. تفضل.
لو سمحت شفنا انا فتح سنترال اتفضل. فكنت بسال على فوراسون كاش لايداع والسحب، يعني مثلا بيجي عميل عايز مثلا يسحب مثلا 500 جنيه بنحط عليها مثلا 5 جنيه او 7 جنيه وبنخصم من 500 جنيه حوالي 5 جنيه او 7 جنيه سواء في الايداع او السحب. اعد سؤالك. نعم يا شيخنا؟ اعد السؤال. دلوقتي داخل واحد هيسحب مني 500 جنيه من فودافون كاش. ايوه. ماشي؟ ماشي. السحب ده باخد مثلا 5 جنيه للمحل. بنقص من ال 500 جنيه دول. يعني اجرة. ولو بعت لي 500. اجرة التحويل ولا ايه بالضبط؟ لا عمولة للمحل. يعني العمولة نتيجة وجود الماكينة يعني التي اجرت العملية ولا ايه بالضبط؟ هو مثلا بيبعتها لي على الموبايل. بيبعت لي 500 جنيه على الموبايل. على اساس؟ على اساس اللي انا ابتهم له. ال 500 جنيه دول بيبقوا معايا على الموبايل. فهمني برفق، انا الان شخص طرف وانت طرف، في طرف ثالث ولا ما في طرف ثالث؟ ما فيش طرف ثالث، هو بيبعتهم لي من موبايله او حد بيبعتهم له من موبايله وهو عايز يستلم مني. ايوه. فانا دخل المبلغ عندي 500 جنيه في التليفون. وانت سددتهم له 495. اه. سنقول هذه اجرة التحويل، اجرة الماكينة، سنوصفها بهذا التوصيف. والله اعلم. التحويل اللي اديت مثلا عمولة مثلا للمحل. عمولة الماكينة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. أمي تريد منك توجيه رسالة للبنات من سن الإعدادي حتى الزواج الذين يسمعون للمجموعات النسوية التي تقول أن المرأة ليست خادمة عند الرجل ومثلها مثله، ويقولون أنها لا تخالف الذين مثل ذلك. هذا يحتاج محاضرة واسعة في محلها إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ أنا كان علي صلوات فائتة فأنا بقضيها، بس يعني على قدر استطاعتي، ممكن أصلي مثلا كل أسبوع مثلا 4 ركعات، فأنا بشوف إن العدد ده قليل، هل هو قليل فعلا ولا أنا أعمل قدر استطاعتي؟ أنت على حسب الصلوات الفائتة التي عليك. أنت المفترض يجب عليك قضاء الفوائت التي تركت على الوجه المتيسر لك، فعلى حسب قدرتك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم صحة وبركاته. نعم. نعم. حضرتك يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا من فترة كبيرة في حالة طلاق معلق، استخدمت حاجة تخصني بحيث ان انا ما استخدمهاش. مش سامع لما اسمع. الو. نعم. اشوفك مصطفى سامعني؟ ارفعي صوتك يا اختي، ضعي السماعة على اذنك. حضرتك انا من فترة كبيرة قلت. ارفعي صوتك حتى نسمع سماعا جيدا والناس يسمعون. السلام عليكم. عليكم السلام، ما كان كده من الاول يعني، اتفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، انا من فترة كبيرة جوزي حدث طلاق معلق. انا استخدمت حاجه تخصه فحلف ان انا ما استخدمهاش، طلاق معلق، بس هو مش فاكر هو قال ايه بالظبط، ولا انا الحقيقه فاكره، لان كان من فتره. يكفر كفاره يمين، حلف طلاقا معلقا ومش فاكر اصلا ماذا قال ولا ماذا كان، يعني يكفر كفاره يمين وحلت المشكله ان شاء الله. مصطفى انا ساعات بيجي لي ظنون ان هو ممكن يكون قصد ما. انت موسوسه. اه. يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا زي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الشيخ لو أنا بصلي القيام كل يوم بجزء، بس جزء ثابت يعني، عشان عايز أحفظه عشان عبد الرحمن قرار. اغلق الباب بس عشان. هل في مشكلة؟ نعم. يعني لو أنا بصلي القيام كل يوم بجزء. نعم. بس جزء معين مثلا. أنا عشان عايز أكرره عشان أحفظه. فهل ده ينقص في شيء؟ لا ما في بأس.
لا بأس يعني، لو أنا عشان أنا بكرره في القيام عشان أنا عايز أحفظه، لكن ما فيش مشكلة يعني. ما في بأس، لقول الله تعالى فقرأ ما تيسر منه. ما تيسر منه، جزاك الله. مرحبا. مرحبا يا أبا صهيب، يا أبا مريم من راشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. مولانا لعلك بخير. الحمد لله أنا بخير. عندي سؤال وعندي فرض من حضرتك. تفضل. السؤال يا مولانا الشيخ صالح الفوزان، كان أحد الناس سألوا عن، عفوا لا تذكر أسماء أشخاص، أعد السؤال بعد مدة بصياغة بدون ذكر أسماء. السلام عليكم. الحمد لله بخير. والله يا شيخنا كان مستحق إليك يا الله. الله يبارك فيك، تفضل. معك إبراهيم بن عزة يا سيد. إبراهيم؟ إبراهيم بن عزة، نعم. مرحبا يا إبراهيم بن عزة. ربنا يبارك لك يا شيخ. كان عندي بس سؤالين كده. تفضل. أولا، ما هي عورة الرجل وما نصوص الواردة فيه؟ عورة الرجل عند الجمهور من السرة إلى الركبة، لكن خالف فريق من أهل العلم في الفخذ. في الفخذ، فورد في الفخذ حديثان، أحدهما الفخذ عورة، والثاني أن النبي حصر عن فخذه لما أراد عثمان أن يستأذن غطاهما، وحصر عن فخذه لما ركب ناقة، لما ركب مركبا، ورد من حديث أنس بن مالك. فمن العلماء من قال كالبخاري، حديث أنس في أن النبي كشف الفخذ أسند يعني أقوى إسنادا، وحديث جرهد الذي هو الفخذ عورة أحوط. فمن ناحية الاحتياط الأحوط أن تغطي الفخذ، من ناحية الحكم يجوز إبداء الفخذ ما لم تكن هناك عورة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حصل عن فخذه لما ركب ناقة، لما ركب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا سؤال ثاني. تفضل. سمعت، هو في حكم إن مدرس يجمع أسئلة الكتب اللي هي الدراسية في مذكرات للطلبة وكده؟ حكم المدرس الذي يجمع الاسئله من الكتب اللي هي الكتب اللي هي الدراسيه، اللي هي الكتب اللي هي مثلا كتب بتاعه الشركات وحاجات زي كده، بيجمعها من ويحطها في مذكره ويعني ويطبعها للطلبه. يعني ايه كتب الشركات؟ مش فاهم. الكتب اللي هي دراسيه يعني، اللي هي بتاعه المدارس مثلا، اللي هي الثانوي والحاجات زي كده دي. يعني كتب المدارس الحكوميه؟ لا، الكتب اللي هي بتاعه الملخصات. الملخصات بيجمعها هو، ينسب يبيعها هو التاجر فيها؟ لا، هو هو بيجمعها وبيطبعها لنا، بس هو قايل ان دي تجميع من الكتب دي. يعني تجاره يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا مش تجاره، لا يعني تطوعا كده. ايه؟ تطوعا. هو بيجمعها من الاسئله كويسه بيحطها يعني في مذكره مساعده يعني للناس، ولا تجاره؟ ايه؟ مساعده للناس ولا بيتاجر فيها؟ لا، مساعده للناس. ما فيش مشكلة، يعني تجمع خمس أسئلة من الأضواء المهمة، وخمس أسئلة من المفهم، من عدة كتب، من كل كتاب الأسئلة اللي ترى مهمة، وتفعلها في مذكرة وتوزعها للناس. هو يعني هو بيطبعها ويعني ندفع فلوس الطباعة بس. لا بأس إذا لم يكن تاجرا ويتاجر في حق الناس. شكرا. والاقتباس جائز أيضا بضوابط. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لدي سؤالين لو سمحت. سأل يا أخي. لدي سؤالين لو سمحت. سأل. نعم. هل نعم حكم بيع الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح؟ تكره. نعم. تكره. هل يمكنك شرح حديث؟ نعم سمعتك. هل يمكنك شرح حديث لا يكاد هذا الغلام يهرم حتى تقام الساعة؟ هذا مفسر بحديث رسول الله عليه الصلاة، أن النبي خرج على أصحابه ذات يوم، ذات ليلة، فسأله سائل عن الساعة، قال: تسألوني عن الساعة؟ تسألوني عن الساعة؟
إنه ليأتي على الناس 100 عام وعلى وجه الأرض من أحد لا تقوم الساعة حتى على هذا الغلام أو عفوا حديث الرسول له عدة ألفاظ في هذا الباب. ليأتي على الناس 100 عام وعلى وجه الأرض من أحد، يعني من الذين كانوا موجودين في هذا الزمان، من الذين يعني الرسول قال مثلا لن تمر 100 سنة إلا وكل من هو موجود في المسجد ميت. أما الذين سيولدوا غدا ليسوا بخاضعين لهذا الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. في استفسار بسيط بس يا شيخنا. اتفضل. حكاية التحويل من فودافون كاش، لو انا اتصل بيا مثلا شخص وقال لي مثلا حول لي 1000 جنيه، طيب هو ال1000 جنيه في الوقت اللي هو مثلا هيحوله هيدفع عملته 10 جنيه في الوقت الحالي وهو واقف، ماشي. لو جابه تاني يوم هيدفع هي ال10 جنيه، بس هو بيكون مش موجود في نفس المكان. شوف يا اخي، اجرة التحويل تختلف عن القروض الربوية. يعني اجرة التحويل انا حولت لك من خلال ماكينة معينة وطلب صاحب الماكينة مبلغا من المال لا بأس كعمولة التحويل. تمام. اتوقع في شيخ قال لي مش ينفع لازم يدفع. خلاص يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. بارك الله فيك يا اختي رقية. اتفضل. هل هناك حديث صحيح في تحريك الاصبع في التشهد؟ رواية شاذة من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليبة عن أبيه عن وائل بن حجر، كان رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة. 15 راويا اقتصروا على هذا، وجاء واحد اسمه زائدة زاد لفظة يحركها، وهي شاذة لا تثبت. يعني لا أحرك أصبع في التشهد. لا تشير فقط. تشير فقط. الله يسلمك. طيب. بارك الله فيك يا أخ حمد بن ممدوح. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ محمد. طيب عليك. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بتكلم حضرتك على الفودافون كاش والخط فصل. اتفضل، إيه سؤالك؟ انا لما يجي لي عميل مثلا هيسحب مني 500 جنيه او مثلا بحط عليه عموله لل عفوا هيسحب منك بصفتك ايه؟ فهمني، ما صفتك التي بناء عليها سيسحب منك 500 جنيه؟ انا فاتح سنترال، انا فاتح محل. انت فاتح سنترال وبعدين؟ بيجي مثلا يخش واحد يقول لي مثلا عايز اسحب 500 جنيه فبيدهمني بيحولهم لي على الموبايل. لا، كيف اسحب؟ يسحب من مين؟ من رصيدك انت ولا من رصيد من؟ ما هو معاه رصيد على موبايله، يعني فودافون كاش معاه محفظه الكترونيه، ماشي، زي المحفظه البنكيه، فبيحول لي ال 500 جنيه على الموبايل بتاعي. حسن، وانت تعطيهم له نقد 495. بنقص منه مثلا 5 جنيه او يعني حسب المبلغ 5 او 10 للمحل عموله. ما انا بتكلم على اساس انها اجره الاله التي تحول لك، ليس قرضا هذا. لا مش قرضا، انا فهمت كلامك، فهمت كلامك من تليفوني لتليفونك ويريد استلامها كاش. خلاص قلت لك اجره التحويل. السلام عليكم. والله اعلم يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. من جزاك خير. معلش انا عايزه بس من حضرتك استشاره. الله وبركاته. اتفضلي. انا متزوجه من 11 سنه. طيب اللهم لك الحمد. وزوجي الحمد لله ملتزم ويعني بيصلي وبيصلي فروض. ها؟ ملتحي. حضرتك سامعني؟ زوجك طيب وملتحي، الله يحفظه. وبعد مش طيب، ها؟ بقول ملتزم يعني ملتحي وبيصلي وبيصوم النوافل وكده. لكن انا بيني وبينه مشاكل. طيب. المشاكل اللي بيني وبينه ان شخصيته ضعيفه جدا يعني والدته بتتحكم فيه. ايوه اغتابي كمان، اغتابي كل تفاصيل. انت تغتابي زوجك على الملأ.
مش حرام عليك يعني؟ كلميني سؤال خاص في هذا على التليفون الخاص. مشكلة عندي. معلش كلميني في الهاتف الخاص، ما نقبلش انك تصف زوجك بان شخصيته ضعيفة وانه بيسمع كلام امه والى اخره وتشرحي فيه امام الناس. اسألينا على الهاتف الخاص. انا ما اعرفش الهاتف الخاص. 0 1 5 3 3 3 8 3. ما رد، لم ارد، ارسلي رسالة قولي صاحبتي السؤال الخاص. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا مسالم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بعد حضرتك يا مولانا. اتفضل يا حبيبي. لك بالنسبة لللفظ الوارد في النطق بالمسيح، بالحاء ولا بالخاء يا مولانا؟ بالحاء. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح عيسى بن مريم. بالحاء. والمسيح الدجال كذلك بالحاء. أما الذي قال المسيح بالخاء لا يصح، لا يصح له أي مستند. لا، قرأت أحاديث صحيحة فيها لفظ المسيح. لا، ما في المسيح أبدا. طيب مولانا السؤال الثاني يا مولانا. بالنسبة لل يعني اللي بيسب الدين، في هناك كلمات معينة أقول له فلان أنت كده سبيت الدين وكده خرجت من الملة، ولا أي لفظ في كلمة دين ولا إيه بالضبط؟ أي لفظ في سب الدين يكفر صاحبه وعليه أن يتوب ويشهد الشهادتين من جديد. يقول مثلا يعني فلان يقول هي الله يلعن كذا أو يحرق كذا، هو كده يا مولانا؟ أي لفظ فيها سب الدين كفر. ماشي يا مولانا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا أخ محمد الزعفراني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا فضل. تفضل. بقول لحضرتك ممكن، أنا لسه طالب علم في بداية. نعم. للعلم. لسه طالب علم في بداية الطريق يعني. طالب علم في بداية الطريق وبعده. بس أحيانا يعني ما عنديش علو الهمة في طلب العلم يعني، وما معيش حد برضه يكمل معايا وكده، فعاوز حضرتك مثلا لو تقول لي كلمتين. تعوذ بالله من العجز والكسل، وصادق قوما من أهل الاجتهاد والهمة العالية، واسأل الله أن يرزقك النشاط في طلب العلم. قل رب زدني علما. يعني أولا قل رب زدني علما. تعوذ بالله من العجز والكسل، اختلط برفقة صالحة نشطة. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. معك يا شيخ مصطفى، أنا بسأل بس إذا زوجي هيتجوز عليا. أنا مش رافضة فكرة الجواز، لكن أنا بس خايفة إنه يكون باب ليا في النار يعني، لأن أنا ممكن أظلمها وأظلم يعني ظلم شديد. ماشي. بعدين؟ فهل يعني يجوز الانفصال حتى لم يحدث طلاق يعني عشان الاولاد، بحيث ان يعني ابقى بعيد تماما عن الموضوع ده، ان ما عينوش عن الظلم، وان انا ما ارفضش لان انا الرفض هيبقى حرام، لان انا هرفض حاجه شرعيه يعني. يعني انت تسالي اذا تزوج زوجك عليك هل يجوز لك أن تنفصلي عنه، لا يقربك حتى لا تقعين في خطأ، تقول أنت في حالك وأنا في حالي يا زوجي، هل هو وافق على هذا أم لم يوافق؟ هيوافق. خلاص، بس أنت لا أنصحك بفعل هذا. طب يعني الطلاق صح ولا خطأ؟ إذا طلبت الخلع أو طلبت الطلاق للضرر جاز لك، لكن الأفضل لك في دينك الصلح خير، إلا إذا كنت ستفتني في دينك مسألة ثانية، لكن إجمالي القول الصلح خير. جزاك الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. حياكم الله. شيخ عندي سؤال إذا سمحت. تفضل. أنا والدي عنده مرض الله يعافيه رب. الله يعافيه. الله يسلمك. وما له علاج في بلدنا، فقالوا له إنه علاجه في ألمانيا.
فتقدم لشركة علاج سياحة علاجية اسمها، وهاي الشركة طلعت شركة نصابة يعني، فقاموا بأخذ يعني المبلغ وأرادوا خصم نصف المبلغ، وأقمنا عليهم دعوة لنا أشخاص في ألمانيا، أو يعني أقمنا عليهم دعوة في المحكمة، وهم تأخروا بالمبلغ يعني احتجزوا المبلغ عندهم 3 سنوات تقريبا. نعم. فالمحكمة حكمت المبلغ كان 18,000، هم احتجزوا كانوا أرادوا خصم نصفه وأكثر، فبعد الحكم من المحكمة حكمت ب 25,000 في المحكمة لنا، حكمت لنا رجعونا 25,000 بسبب التأخير. إذا كانوا نصابين، إذا كانوا نصابين خذوا المبلغ مع زيادة. نأخذ المبلغ مع زيادة. لا، هذا ليس قرضا ربويا، هذه عقوبة تعزيرية. نعم نعم صحيح يا شيخ. يا سلام. الله يجزاك خير. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا وكلت محاميا في قضية ما، نعم، له. إذا إيه؟ إذا وكلت محاميا في قضية ما، وكلت محاميا في قضية ما، فهل يجوز له أن يطلب مني أن أوقع له على شيك أو على إيصال أمانة على أبيض ليس مكتوبا فيه المبلغ ضمانا لحقه مثلا؟ لا تفعل أبدا. بارك الله فيك. النفس أمارة بالسوء، يعني ممكن يضع في هذا الشيك 10 مليون جنيه ولا تستطيع أن تعترض. بلغك الله مرادك ورضي عنك. ولك. بارك الله فيك يا محمد بن عبد الرحمن الزعفراني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. زهدك يا شيخ. الحمد لله. شيخ، كان عندي بس مشكلة في موضوع البول وخروج بول بعد الاستنجاء يعني. فهل الفتوى أقولها هنا ولا ممكن على رقمك الخاص؟ معروف المسألة، في ناس دايما بعد ما يتبول ويتوضأ تنزل نقطة نقطتين، نقطة أو نقطتين، دايما في هذا السؤال المزعج كثيرا. فنقول لك إما أنك تؤجل التبول إلى بعد الصلاة، أو أنك تتبول قبل الصلاة بزمن، وإذا نزل بول تمسحه بعد 10 دقائق وتتوضأ من جديد، بس كده، ما عندنا لهذه المسألة. طب يعني مش فاهمها برضو يعني ادخل الصلاة توضأ دون أن تتبول. ماشي. إذا كان بإمكانك أن تتصبر وبعد أن تقضي صلاتك ادخل الحمام، أو حل آخر قبل الوضوء بساعة ادخل الحمام وتبول واقضي حاجتك، بعد إذا نزل بعشر دقائق ولا شيء امسح نفسك واغسل نفسك وادخل في توضأ وادخل الصلاة. والملابس التي تغسل الملابس. تغسل الملابس وثيابك فطاهر. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا حبيبنا، عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. جزاكم الله عنا خير. وياكم شيخ. السؤال يا شيخنا بعد اذن حضرتك. تفضل. انا بصلي امامة بتجتمع الناس علي، ففي واحد كارهني من المأمومين. لازم كل مسجد في كده، في ناس حساد دايما في كل المساجد الا من رحم الله. يعني دايما يعني تجد ناس والعياذ بالله يكرهون انفسهم ولا يحبون الخير لاحد. فاصبر ويعني غض الطرف عنه واسأل الله أن يهديه، بس كده. والله شيخ فضيحة على الملأ وصوت عالي في ناس كده، ما كل مكان فيها الأشرار هؤلاء متواجدون. الأشرار هؤلاء دايما يختلقوا الفتن، في ناس كده عياذا بالله دايما تختلق الفتن. لا يحبون الخير للمسلمين، ناس حساد. تعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. جزاكم الله خير. روح نفسك كده واسأل أن يكفيك شره. اللهم امين. وقل حسبي الله ونعم الوكيل واسأل أن يكفيك شره. اللهم امين يا رب. اللهم امين. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. حبك الله يا حمدي. تفضل. لو سمحت بتاع ده، عندي أنا عمارة وعايزة أطلع عليها قرض
من البنك. لا تفعلي، حرام عليك، كبيرة من الكبائر. لدفع دية. ها؟ لدفع دية. دية ايه؟ قتل. دية قتل. لا تفعلي والله يا أختنا، لا أنصحك أبدا، لأن ربنا يقول فدية قتل عمد يعني، ولا ولا قتل خطأ؟ خطأ. لا خطأ. لا لم تستطيع. هو مسجون يعني، بس ساعدية يعني، قلنا إن احنا نطلع عليه يعني. هم قضى عليك بكم قتل دية الخطأ الآن؟ لا هم لسه بيتفاوضوا يعني. أصلا نعرف. طب أنت من أي البلاد؟ لأن سؤالي له تبعات يعني. من البلاد، من الصعيد. ايوه. لان في ناس بتقضي في دية قتل الخطا بقضاءات فيها بعض المشاكل يعني شوي. فلا انصحك ما تبيعيش الان، لا تقترضي بالربا الان. خلاص بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. من لم يجد فصيام شهرين متتابعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في عمرك يا رب. يا رب وإياك. الله يكرمك. في بعض الخطباء بيذكروا حديث حديث ما معناه يعني، ما معناه؟ إن واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا أحبك يا رسول الله، فيقول له إذا فانتظر الفقر، أو ما معنى ذلك يعني. لا 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 يصح. لا يعني كل اللي يحب النبي ينتظر الفقر، يا ناس حرام عليك، انتظر الفقر ليه بس؟ أنا بقول لحضرتك أنا حاسس إنه مش ليس بحديث. وثانيا نعم، إن الرسول كان من دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تمام. ثالثا وردت تعوذات من الفقر. تمام. أعوذ بك من الفقر. تمام. خلاص؟ تمام. في نقطتين يا شيخ بعد إذن حضرتك. ماشي هات. أنا ليا تعليق على بعض الإخوة الشيخ، بيسألوك مثلا إيه رأيك في الشيخ فلان أو الشيخ فلان؟ نحن لا نجيب الحمد لله. خلاص؟ نعم؟ نحن لا نجيب، إذا سئلنا عن الشيخ فلان والشيخ فلان لا نجيب في الغالب، إلا إذا كان رجل صالح نقول الحمد لله رجل صالح. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. وإياكم السلام. أسف. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ انا كان لي مراتي يعني حامل. تمام. زوجتي. احد اصدقائي يعني شاف حلم لي اللي انا يعني رزقت ولد حفظ القران وهو صغير. طيب. هل هذه رؤيه خير ولا ايه؟ ان شاء الله اذا كان رجل صالح في الغالب رؤيه خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من المبشرات الا الرؤيا الصالحه يراها العبد المؤمن او ترى له. ماشي يا شيخ. السلام. الله يكرمك. تبارك الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا فاضل. اتفضل. معلي سؤال معلش. أنا كنت عامل من فترة من سنتين عملت حادث. ركبت السيارة بتاعي. وبعدين يعني أنا مبتدئ في السواقة شوية، وإن كان معايا رخصة وكل شيء، ولكن يعني كنت مستعجل اصلي الجمعه، ف يعني اتخبطت دخلت يعني، فكان خطا كده، ففي نقل جنبي. لقيت ايه عفوا؟ سياره نقل، سياره نقل جنبي. نعم. نقل كبيره. يقول انه ان ده سبب يعني الحادث، ان سياره النقل دخلت في ناس في الاتجاه المقابل وماتوا الله يرحمهم، ولكن انا ما لمستش السياره ولا جيت قدامها، انما الشخص الثاني سواق النقل بيقول ان انا برجلته، وانا ما برجلتوش ولا حاجه. المهم ان انا عرضت صمت شهرين متتابعين. ليه انت عملت ايه؟ انت لم تقتل. انا لم اقتل ولم اقتل. هو قال لك انت ربكتني، وانا دخلت في الناس بسبب ربكتك لي، وانت تقول انا ما ربكته. ولم تمس سيارتك احد، لم تمس سيارتك سيارتي الناس اللي ماتوا، ولكن هو انا صمت شهرين متتابعين. قلت لعلي. عفوا انت يعني انت صدمت الناس اللي ماتوا، سيارة الناس اللي ماتوا؟ لا مش انا اللي صدمتهم، هو سواق النقل. خلاص انت ليس عليك شيء. انا كنت بفاديك، بيقول لي انا كنت بفاديك. ليس عليك شيء. اه سلام.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ جزاك الله خير. وإياكم، الحمد لله بخير. الله يبارك لك، تقبل الله طاعتكم. يا رب وإياكم. اللهم آمين يا رب. بعد إذنك يا مولانا، هل يجوز تقبيل يد العلماء؟ والله يا أخي وإن كان جائزا لك ليس هذا بالهدي المضطرد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمضطرد عن أصحاب رسول الله، ولا أعلم في أي حديث أن الصحابة كانوا يقبلون يد النبي محمد إلا شيئا ما يوم الحديبية ورد في الصد، وليس بصريح في تقبيل يد الرسول بصورة مستديمة. يعني نقدر نقول يا مولانا انه لا يفعلوا افضل. ايه؟ انصحهم ان لا يفعلوا. وهذا الطلبة اصلا والناس يأتوني كأنه يركع ويقبل اليد. لا تفعل يا اخي. الصحابة احبوا. يا مولانا يعني لان الموقف حصل مع فضيلتك في الحرم في شوال بعد رمضان مباشرة. وايه اللي حصل؟ حضرتك رفضت، حضرتك قلت لي لا تركع الا لله. صح، انا حسيت واحد يركع كده ويقدم يد واحد. فضلتك نهرتني، معلش. انا اقول لك يعني جزاك الله عنا كل خير، تسامح اولا تسامحني اولا، لكن كهدي متبع لم ارى الصحابه الكرام يفعلونه مع سيد ولد ادم محمد. والله يا مولانا احنا العوام بنفعله مع حضراتكم لعلمكم. والله انا عارف، اشكرك على هذا. والله واحنا لان احنا مش عاوزين العلماء الاجلاء امثالكم، والله وليس رياء وليس نفاق لكل من يسمع. والله يا اخي احنا الكريم. عاوزين يا مولانا نرفع قدركم حتى لا ياتي العوام ولا ياتي امثال الخوارج والشيعة والناس دي كلها. يعني لازم احنا نرفع قدركم لعلمكم، فبيبقى فيها غرض وبيبقى فيها هدف تاني خالص غير اللي حضرتك. يعني اتمنى ان تكون فاهم قصدي. فاهم، افهم قصدك تماما، واسال الله ان يجازيك خيرا على هذا القصد الحسن. ولكن اكمل هدي واتم هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط، لا غلو ولا انتقاص. هدي الله يبارك لك يا مولانا. الله يبارك لك. من حضرتك كده لزوجتي وانا كنت مسافر ان الكتب بتاعه تفسير القران لابنتي، لان هي بتسالني، هي بتحفظ القران ان شاء الله، وهي دلوقتي ان شاء الله داخله في الجزء ال 11 او العاشر دلوقتي. انت من ايه البلاد؟ انا جنبكم ان شاء الله من نبرو. خلاص تعالى خذ ما شئت من الكتب في ما دامت في وسعنا واستطاعتنا، جاهزه ان شاء الله، وتعالى خذ التفسير او ارسل اي واحد. لا احنا نجي لك يا مولانا حبوا والله لعلمكم، يعني لرفعت علمكم. الله يرفع قدرنا وقدرك في الدنيا والاخره. اعلم ان الذي يعز ويذل ويكرم ويهين والله. يا مولانا ان شاء الله. مركز من مسجد اهل السنه في قريه من سمنود مركز. جيت لفضيلتك قبل كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الحبيب تفضل. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. وإياكم. والله نور على نور يا سيدنا. الله يزيدنا وإياك إيمانا وتقا والسامعين والسامعات يا رب. اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا نير القلوب صافي القلوب محبا لله ورسوله. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. الله يا سيدنا. تفضل. أمين يا رب. الله يكرمك. سيدنا الحبيب عشان ما اطولش على فضلتك، الاخ بيتكلم اكثر ممن لهم يعني يتكلم يعني للناس، يقول اذا انت اتصلت بصاحب السنترال اللي عنده التليفونات المحمول، السلام عليكم، حول لي 5000 على فودافون كاش على تليفوني لان انا في سفر ومحتاج فلوس. فطبعا ثاني يوم بيطلب منك اجره المكنه اللي هي حوالي 50 جنيه يعني على 1000 جنيه 10 جنيه. فبترجع ال 5050 جنيه للاخ. الاخ بيقول ان الكلام ده ربا، اما انت لو اديته الفلوس وقلت له خد ال 5000 جنيه دي حولهم لابويا مثلا مفيش اي مشكله، دي مصاريف ارسال. يعني هو الاخ يريد ان يقول، الله يحفظه، يريد ان يقول ان هذا قرض جر نفع. نعم. وانا اخالفه في هذا التوصيف. هو مش قرض.
هذه عملية ودية بتجري بيني وبينك. إذا كان بيننا صداقة سابقة قل لك يا زيد حول لي 5000 جنيه من عندك كعملية ودية ليست قرضا جرى نفعا. فهو طبعا كلامه الأول كلامه صحيح أنه يقول لك إذا قلت لك خذ هذه 10000 وصلها وأنت قلت لي 100 جنيه أجر التوصيل ما في مشكلة. الثانية شبيهة بها بس لا أعتبرها قرضا جرى نفعا، أنا ما أعتبرها معاون على البر والتقوى فقط. يعني ما فيهاش اشكال يا شيخ حد... ما لا تدخل في القروض يعني مش قروض. نعم ليست قروضا يعني. الله يكرمك والله اعلم. السلام عليكم. تفضل. ازي حضرتك مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامه حضرتك وحضرتك. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل ارفع صوتك. اشتقنا الى حضرتك والله يعني. ربنا يجمعنا وياكم في الفردوس يا رب. يا رب اللهم امين. والله شيخ مصطفى يعني انا اطلقت لحيتي من فتره. مبارك عليك اتباع سنه الرسول. فبلاقي انتقادات كتيره. اصبر. الناس بتقول لي يعني مش لازم تعمل السنه دي عشان هتجيب لك مشاكل. اثبت اثبت على دينك وعلى سنه رسولك. اقول لك شيء يا اخي. كتيره ممكن تعملها. اسمعني اقول لك. اللحيه. اسمح لي. اتفضل. البنت النصرانيه المتبرجه اللي ماشيه عريانه اللي كشف عن فخذيها وكشف عن ذراعيها دق صليب في يدها. تدق الصليب في يدها وانت رجل مسلم اولى بالحق. اشهدوا بأننا مسلمون. اشهدوا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صلاحه وقال انني من المسلمين. انا اعلن هويتي، انا رجل مطيع لله ورسوله شاء من شاء ابى من ابى. حتى انا ناوي يا مولانا اتمسك بيها حتى لو تاثر عليا في شغلي وتاثر عليا. ربي هيعوضك خير. من عرفك ان شغلك في الخير في كل الاحوال؟ يمكن غير شغلك افضل لك. اثبت على دينك. اثبت على كتاب الله وسنه رسول الله وسيحفظك ربي. الله يبارك فيك. اللهم صل على رسول الله وبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب اتفضل. شيخ عندنا في الكتاب فترة الكتاب لما الأطفال يكونوا بيحفظوا عنده والأذان يأذن بيخليهم يصلوا جماعة ولكن في الكتاب ما مش في المسجد. كم أعمار هؤلاء الأطفال؟ إيه؟ كم أعمارهم؟ يعني من ابتدائي لحد مثلا 15 سنة كده. لا في بأس إذا كان قبل المسجد سيخل بالنظام شيئا ما. طبعا الأولى أن يذهبوا للمسجد ويتعلموا الصلاة مع الناس، لكن عموما ما يصنعه جائز. يصلون جماعة في الكتاب تعليم الصغار مع الكبار لا بأس أيضا. جزاك الله خير شيخ. وياكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل في موضوع القروض. احنا بنطلع صدقات وبنطلع زكاة مال، الناس يقولوا علينا قروض فبنرضاش نسدها، يعني قروض لأنه بيبقوا واخدين قروض في حاجات تافهة. خلاص رأيك سديد. في واحدة عملت سؤال بقى، واحدة عملت يعني حاجة على الفيسبوك إن هي عليها قروض وكلام من ده وقروض مبالغ كبيرة جدا. فالمنطقة عملوا لجنة وبدأوا يجمعوا لها فلوس عشان يسدوا لها القروض دي والناس بدأت تدفع، هل ده يجوز ولا لأ؟ والله يا أختي شوفي، سؤال الأخت يا جماعة، في ناس يقترضوا من البنك بالربا وبعد مدة يشتكون نحن مدينين للبنك ويجمعهم صدقات. أنا لو مكانك سأنظر إلى هذه المرأة، لماذا اقترضت من البنك؟ هل هناك أمر ضروري جدا جعلها تقترض من البنك؟ لا، حاجات تافهة جدا يعني. حاجات تافهة لا تعطيها، لا نساعد الناس على الاقتراض من البنك. عايز حضرتك توصل رسالة للناس. أنا وصلت الرسالة الآن، لا تعطوا لمن يقترضون من البنوك الربوية لغير أسباب قاهرة، وأعطوا غيرهم. هناك آلاف المدينين بحق بدون قروض ربوية، هناك فقراء، هناك مساكين، هناك مرضى. أعطي الزكاة للمرضى، للفقراء، للمساكين. أما الذين يقترضون بالربا وبعد ذلك يأخذون أموال الناس، قل على 100000 للبنك سدوا لنا،
لا غيرهم أولى منهم. البنك بياخدوا من الناس. خلاص الجواب وصل، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كلمت حضرتك من ثلاث أيام يا شيخ مصطفى، قلت لي اتصل على الهاتف. اتفضل، ما سؤالك؟ اتفضل. أنا طلبت أطلب العلم مع حضرتك. أنت من أي البلاد؟ من الفيوم. أما تأتينا تقيم عندنا يعني ولا متردد؟ لا أنا كلمت حضرتك من ثلاث أيام وقلت لي اتصل على الهاتف. خلاص. هو طبعا أي واحد بيجي زورنا إن شاء الله تجد خير إذا زرتنا بإذن الله، ونحب أن يكون الوالدان عنك راضيان راضيين. زورنا الأول، تعال زورنا زيارة إن شاء الله. إمتى طيب؟ أي يوم إلا السبت، إلا السبت والإثنين. طبعا بكرة ممكن ولا بكرة؟ أنت حر، ما أنا خلاص عملت لك لا تكن كبني إسرائيل، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، مات البقرة ما لونها، بس إذا كمين مسكك لا دخل لي، انتبه. كمين شرطة ممكن يستوقفك يقول لك هات بطاقتك ويرحلك، ماليش دخل أنا بالمسائل دي. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. اللهم السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ صافي اتق الله فينا يا شيخ صافي. الحمد لله بخير. عندي سؤال. سل. عندي سؤال. سل. عمتي مخاصمة ابويا. عمتك مخاصمة ابوك ليه؟ كلمي راسها ولا عمل ايه بالضبط؟ لا، وراح لها كذا مرة بس مش راضي اتكلمه برضه. لماذا؟ لماذا عمتك مخاصمة اباكي؟ مش عارف والله، بس هي مش راضي اتكلمه. بسأل ابوك يابا، انت عمتي مخصماك ليه يابا؟ كلت مراسها ولا ايه بالضبط؟ لا، متوارثين من زمان. ما ليه المشكلة؟ زعلها في ابوكي. ما زعلهاش في حاجة. كده يبقى هي ظلمة اذا كان ما زعلهاش في حاجة. سلام يا عم، روح قول له كلمه يا عم. كده على قسم؟ انت ولد ولا بنت الاول؟ ولد. روح لعمتك يا عم، انت زعلانة من ابويا ليه يا عم؟ ما هي اتصلنا عليها قفلت في وشنا. لا يبقى في عملية كبيرة بقى، روح. معلش كرر كرر الذهاب. يعني اروح لها؟ روح لها، خد لها هدية يا عم. معلش يا عم، انا جاي لك اسأل عشان ربنا، احنا في شهر طيب، شهر المحرم طيب، وعاشورة جاي يا عم. قولي لي يا عم ابويا مزعلك فيه وانا اقوم بالواجب. عندي سؤال تاني. ايه اتفضل. اما اجي انزل للسجود، انزل بركبتي ولا بايدي؟ بركبتيك. ده رأي الجمهور، وإن نزلت بيدك لا إثم عليك. ماشي، شكرا. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. يا شيخ صافي اتق الله، تفضل. شيخنا اشتقنا إليك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الله إليك يا شيخنا، أنا أسأل سؤال يا شيخ. سأل. هناك شخص قريب لي أو غير بقريب، يعني بنى حياته على كسب باطل وبلغ مبلغا كبير، فكيف ينصح يعني وهو قريب لي؟ كيف ماذا اقول له يعني؟ يا شيخ صافي اتق الله، يا شيخ صافي بنى حياته على ايه؟ يعني بنى حياته وبلغ مبلغا عن بكسب، يعني ايه، ويبني جسما ويذهب بطولات ويعرض جسمه يعني بعورته وكذا، يعني كمال الاجسام. كمان الاجسام، ويذهب بطولات ويتعرى امام الملايين، لكن من غير التوأة، يعني من غير ان تظهر توأته، ولكن يتعرى رجليه وكله، ويعني يوشم على جسمه ويضع الرسومات. فكيف هذا السؤال يعني؟ انت ماذا تريد ان تسأل؟ وهذا مصدر اكل عيشه ورزقه. قل له لا تفعل ذلك. شكرا. لعبة كمال الأجسام فيها بعض المحاذير يجب أن تتقى، وهي ظهور العورات أو ما حول العورات بطريقة ما ترضي الله أبدا. والوشم كبيرة من الكبائر، والنبي يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا. مرحبا بك يا مولانا، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك، تفضل. بقول لحضرتك، لو في امرأة تنازلت عن راسها لاخوتها الذكور، ايوه،
وهم ميتورين. أيه. وهذا المال كان هيعينها على حج بيت الله الحرام. ماشي. وكده يعتبر مش هتحج. أيه. تأثم ان هي تنبلت لمراسها لاخواتها الذكور. هل يعني تقول ولادها الذكور اخوانها الذكور اغنياء؟ اه مرتاحين وهي بقى ايه يعني بتب نفس بقى مش عايزة حق وبتاع والكلام اللي انت عارفه. لا لكن المال ده هيعينها مثلا على انها تقدر تحج بيت الله الحرام بيه. الاولى لها ان تحج بيت الله الحرام ما دام في ساعة. لكن هي لو تنبلت تأثم؟ ظاهرها انها تأثم لانها ستترك فرضا. تمام. ظاهرها ذلك يعني معها قيمة الحج. ما عندهاش مال اخر. افهم. تمام. معها قيمة الحج. واخوانها ميسورون. قالت يا اخواني خذوا هذا المال الذي وقيمة الحج. وتركت الحج مع يسار اخوانها. اظنها تأسن في هذه الحال. والله اعلم. بارك الله فيك يا طه ابا اسامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حالك يا شيخ؟ طيب والله الحمد. بقول لحضرتك هو لو حد عايز يعمل عقيقة في تنزانيا. عقيقة في تنزانيا. اه. لا بأس بذلك لكن عقيقته في مصر أحسن من عقيقته في تنزانيا. عقيقته في بلده أفضل حتى يأكل منها ويطعم الفقراء المساكين. بس لو مثلا مش هنقدر مثلا العقيقة ليست واجبة وإن عملها في تنزانيا صحت إذا كانت الأيدي أمينة. جزاك الله خير. وإياكم. بارك الله فيك يا أخت أماني بنت محمد بن فايد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا الحبيب. نعم تفضل. صحة حديث أبو أمامة الباهلي في تلقين الميت، هذا السؤال الأول. في تلقين الميت ضعيف. يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويسألانك من ربك كلهم ربي الله ما دينك كلهم دين الإسلام ضعيف جدا. حديث ابن عمر في قراءة آية الكرسي وأواخر البقرة على الميت أيضا لا موقوف لا أعلمه أما مرفوع لا يثبت عن رسول الله مرفوع. جزاكم الله خير. وإياكم السلام. بارك الله فيك يا أحمد بن ناجي وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ حالي طيب والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سؤال يا شيخ. سل. حلفت على ولدي ألا أحلق له إلا في السنة القادمة. والكلام ده كان لا تحلق له شعره إلا في السنة القادمة؟ أي. لماذا يا أخي؟ يعني تضايقت. يعني انا مش حلق لك شعرك اللي مدة سنة يا ابني الواد هيأمل يا عم مش حلق لك السنة دي. لا لا طب الواد يعمل ايه القمة الفراسة ماذا يصنع؟ القمة سيتسرب الى رأسه واد شعنون والقمة يمشي لا كيف يعني كفر عن يمينك واحلق له. يعتبر من شأن من السنة الميلادية وأيام الهجرية عم لا كل الأيمان مبنية على السنة الهجرية إلا إذا كنت تقصد السنة الميلادية وأنت المصر على ما أنت فيه تكفر عن يمينك واحلق له شعر الله يغفر لك. جزاك الله خير. وياك. غريبة والله كلام غريب الواحد يسمعه. بهذا القدر أجتزئ حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.
اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكتب لنا جميعا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم فك الأسار المسلمين يا رب العالمين، وارحم أموات المسلمين، واشف مرضاهم، وألف بين قلوبهم، واهديهم سبل السلام. اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح أعمالنا، وطيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأخلص نوايانا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.